يقدم القسم النسائي في إدارة شؤون الحرم المكي دورا كبيرا لإدارة الحشود النسائية وتسهيل أداء العبادة للمصليات والمعتمرات من خلال كوادر مؤهلة ومدربة. وتم تخصيص 68 مصلى للنساء فقط داخل الحرم المكي تشرف عليها أكثر من 120 موظفة. الملايين كانوا يشتاقون للوصول إلى المسجد الحرام بعد عامين من إجراءات فيروس كورونا. ساحات الحرم الآن تعج بالزوار الذين يجدون خدمة من كافة القطاعات، بينها القسم النسائي في الحرم المكي. نورة الذويبي إحدى القيادات النسائية المسؤولة عن تنظيم تحرك المعتمرات والمصليات الزائرات للحرم في مختلف الأقسام. من أهم الخدمات التي قدمت في موسم رمضان لهذا العام توفير أو تزويد المصليات النسائية بعدد من المصحف الإلكتروني هو مخصص للأشخاص ذوات الإعاقة. هذا المصحف هو عبارة عن جهاز إلكتروني تستطيع القاصدة من خلاله لمس الأحرف المتحركة تتحول إلى أحرف ثابتة. العشرات من الموظفات والمتطوعات يعملن كخلية نحل على مدار 24 ساعة في أقسام مختلفة للرد على الاستفسارات أو التوجيه والإرشاد المكاني، كما أن الوسائل التقنية في الخدمة خاصة لذوي الهمم كانت بارزة للزوار. بالنسبة لكبار السن لأصحاب الكراسي بنوفر لهم مكان يكون مريح عشان يصلوا فيه، والإعاقات كذلك بيكون مصلى مخصص لهم في جميع الخدمات المقدمة، يعني لغة الإشارة أستاذة زينة ثبيتي ومصاحف برايل للإعاقات البصرية. تنظيم المصليات النسائية تشرف عليه وكالة الشؤون النسائية برئاسة شؤون الحرمين لمتابعة عملية تنظيم الحشود النسائية داخل المسجد الحرام من خلال كادر مؤهل ومدرب للتعامل مع القاصدات لتمكينهن من أداء عباداتهن بكل سلاسة. ما قصروا معنا في شيء أبد، لا الخدمة ولا النظافة ولا الترتيب ولا تمشية الناس بمساراتهم، لا برا ولا من داخل. اي صحيح زحمه وذا، بس برضو تلقين يعني تعاون بينهم، كلهم انفسهم زينه، كلهم يتكلمون معات زين، يعني يرشدون اي مكان، بخصوصا اذا صرتي بالعربيه مره ما يقصرون معك. 68 مصلى تم تخصيصها للنساء داخل المسجد الحرام تشرف عليها اكثر من 120 موظفه يعملن بالتناوب في فترات اليوم. في ظل التحديات لإدارة هذه الحشود، المرأة شريكة أساسية وتقدم دورها بفعالية لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. رفيدة ياسين، العربية، مكة المكرمة.